السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم أعزائي الطلبة أن نكمل محاضرتنا فيما يخص حركة المواع في اسطوانة دائرية. الفرضيات اللي نستخدمها هي أنه يكون عندنا مائع يشغل اسطوانة دائرية، تكون هذه الاسطوانة الدائرية موضوعة بشكل شاقولي، يعني عمودية على سطح الأرض مثل ما تشوفون بهذا الشكل المخطط أمامكم. الأسطوانة هنا بها نصف القطر R capital كل نصف القطر، وعندنا R small هي المسافة الصغيرة عن المركز. هنا أيضا نلاحظ المحور Z يقسم الأسطوانة الدائرية من المنتصف ويكون عمودي، وبذلك لا يكون عندنا تأثير للزاوية ثيتا، فيما لو كانت هذه الأسطوانة غير عمودية على سطح الأرض. إذا كانت بزاوية على سطح الأرض في هذه الحالة راح تظهر أن الزاوية ثيتا عن الشاقول عن العمود، فلذلك ثيتا تأثيرها غير موجود. راح نرجع عليها سب المحاضرة نشوفها. بنفس الوقت عندنا H نوت هو المسافة بين القعر الأسطوانة الدائرية والفري سيرفيس، نسميه H نوت، فيما لو كان المائع في حالة سكون ولا توجد حركة دورانية في هذا المائع. إذا صار عندنا حركة دورانية في هذا المائع بهذا الاتجاه، نرمز للسرعة الدورانية، نرمز لها بالسرعة الزاوية، نرمز لها بأوميجا. هذه راح تسوي لنا تقعر في سطح الماع في هذه السطح الأسطوانة الدائرية يحاول أن يكون على شكل تقعر بسبب حركة السنترفيوجل. الطرد المركزي لجزيئات الماع تحاول تفلت من المركز، ولذلك نشوفها سطح الماء المستوي ما يصير فري سيرفيس مستوي، راح يصير على شكل تقعر، وبذلك راح يصير عندنا اختلاف بارتفاع هذا السطح. ممكن يصير عندنا نسميه HC هو ممكن يرتفع او ينخفض. بهذه المقطع مثل ما تشوفون هنا HC انخفض عن H نوت، في حين بهذا المقطع الاخر راح نشوف انه HC اكثر من H نوت. وايضا هذا الشيء ممكن نعبر عنه بالمعادلات اللي راح نشوفها. طبعا مثل ما قلنا انه راح ناخذ حتى نحل هذه المعادلات او المشكلة راح ناخذ احداثيات الاسطوانة cylindrical coordinates مثل هي الR والU والZ. مثل ما نعرف سابقا ايضا انه المواع تأخذ شكل الاسطوانة التي تحتويها، وبما انه الماع موجود في اسطوانة دائرية راح يكون شكل الماع ايضا اسطواني دائري. هنا انا المفهوم الاول اللي راح نتناوله في هذه المحاضرة اللي هي تكمل المحاضرة السابقة هي centripetal acceleration، هذا التعجيل الزاوي. التعجيل الزاوي مثل ما تعرفون يساوي لنا R أوميجا سكوير وهو يعتمد اعتماد كلي على نصف القطر R وعلى السرعة الزاوية وبما أنه التعجيل يكون معاكس لاتجاه محور الدوران فراح يكون عندنا ياخذ إشارة سالبة هنا راح يكون عندنا AR اللي هو تعجيل بنقطة R بعدها عن المركز Z يساوي لنا ماينس R أوميجا سكوير
وبعد ذلك أيضا هذه المعادلات اللي نستخدمها لحل حركة دوران الماع في اسطوانة اللي هي partial P على partial R هو التغير بالضغط على نصف القطر على التغير في نصف القطر يساوينا rho R omega square التغير بالضغط مع التغير بنصف القطر يساوينا الكثافة نصف القطر في السرعة الزاوية التربيع في حين بما أنه الزاوية عمودية على الأفق ما راح يصير عندنا زاوية ثيتا ما عندنا ثيتا لذلك يكون التغير بالضغط مع الزاوية يساوينا صفر يساوينا صفر لأنه ما عندنا أصلا الزاوية ما موجودة وأيضا التغير بالضغط بالارتفاع partial P partial Z يساوينا minus rho Z minus rho Z نرجع مرة أخرى للمخطط اللي شفناه سابقا كل ما زاد الضغط كل ما صار عندنا تقعر أكثر للفري سيرفس كل ما صار عندنا تقعر أكثر للفري سيرفس وهذا الزيادة في الضغط بسبب الزيادة في السرعة الزاوية أوميجا فكل ما زادت أوميجا زاد عندنا الضغط واختلفت الضغوط وهنا مثل ما تشوفون تدرج في الضغوط تدرج في الضغوط جاي من اختلاف في السرعة الزاوية وأيضا مع العمق كل ما زاد العمق كل ما زاد الضغط فتشوفون هنا P1 P2 P3 P7 وفي واضح انه P7 يكون اكثر من P1 زيادة في الضغط ولذلك يكون عندنا DP والتغير في الضغط differential of P يساوينا جاي من حاصل العاملين اللي ناقشناهم لانه الزاوية ثيتا ما موجودة يكون عندنا rho r omega square dr الاشتقاق هنا بالنسبة لنصف القطر minus rho g dz minus rho g dz وهذه من خلالها اذا كان الضغط constant ثابت ينتج عندنا المعادلة اللي هي dz اللي هي zs هي مقدار الارتفاع الفري سيرفيس في نقطة معينة يساوينا اوميجا سكوير على 2g r سكوير تكامل زائد hc زائد hc هذا هنا أنا شرح zs the distance of the free surface from the bottom of the container at radius r at radius r وهنا أنا أيضا مثل ما قلنا في البداية أنه بما أنه الماء موضوع في أسطوانة دائرية وممكن الحجم نعبر عنه ب باي ار سكوير مساحة القاعدة في اتش نوت في اتش نوت اتش نوت هي الارتفاع الماء عندما يكون في حالة سكون ماكو حركة زاوية ماكو حركة زاوية ماكو دوران للماء بعد ذلك ايضا اذا ردنا نعبر عن الارتفاع في او الفرق بين الارتفاعات ال hc يساوينا h نوت ماينس اوميجا r سكوير اوميجا سكوير r سكوير على 4g على 4g هذه اذا ردنا نعبر دلالة مستوى ارتفاع الماء في نقطة معينة بعدها عن نصف القطر بعدها عن مركز الاسطوانة R راح يكون عندنا ال HC يساوينا H نوت ماينس أوميجا سكوير R سكوير على 4G ايضا ممكن التعبير بدلالة بدل ال R سكوير ممكن اذا معادلة الفري سيرفيس becomes
ZS يساوي لنا H نوت ماينس أوميجا سكوير على 4G على 4G في R سكوير كابيتال ناقص 2R سمول سكويرز. هذه معادلة الفري سيرفيس. والماكسيمم هايت ديفرنس، ماكسيمم هايت ديفرنس اللي هي دلتا زد اس اخذناها في المخطط، دلتا زد اس هذه مقدار الاختلاف في ارتفاع سطح الفري سيرفيس، يساوي لنا زد اس للقطر كله ناقص زد اس نوت، زد اس نوت فهذه يساوي لنا اوميجا سكوير على 2 جي ار سكوير. هذا ماكسيمم هايت، ماكسيمم هايت يساوي لنا اوميجا سكوير 2 جي على 2 جي في ار كابيتال سكوير. عندنا المعادله الاخرى هي البريشر فاريشن، تغير في الضغط بريشر فاريشن، بي يساوي لنا بي نوت زائد رو اوميجا سكوير 2 جي 2 جي على 2 عفوا ار سكوير ماينس رو جي زد. هذا مقدار التغير في الضغط. وناخذ مثال بسيط على وتطبيق مباشر على حركة المواع الزاوية في اسطوانة دائرية. A 20 سنتيمتر diameter 60 سنتيمتر height vertical cylindrical container. أنا من البداية قال القطر 20 سنتيمتر و 60 سنتيمتر الارتفاع مالتها الكونتينر عمودية. لاحظوا عمودية، يعني احنا في هذه المرحلة ما راح ناخذ ثيتا، ولذلك دائما نذكر عمودية، ولكن خلوا في بالكم قد يكون حركة او دوران الماء بزاوية ليست صفر، لذلك تدخل عندنا التغير بالضغط بالنسبة للزاوية كما موضح في الشكل الجانب هذا. Is partially filled with 50 centimeter high liquid. هنا أنا 50 سنتيمتر من ارتفاع الاسطوانة مملوء بماء. كثافته whose density is 850 كيلوغرام متر مكعب. Now the cylinder is rotated at constant speed. هنا السلندر دورت بسرعة شنو ثابتة. Determine the rotational speed at which the liquid will start spilling from the edge of the container. احسب لنا السرعة اللي من خلالها يبدأ المائع بالانسكاب من الكونتينر. وهذا المثال البداية في الحل، انه نعرف انه في حالة السكون طبعا ما راح يصير عندنا اختلاف في سطح الفري سيرفيس. وايضا نرسم هذه المخطط، لازم نرسمه ونحفظه لهذه الحالة. وبعد ذلك نبدي نخلي القيم اللي معطات بالمثال. مباشرة نقدر نحسب الفري سيرفيس من خلال المعادلة مالت الفري سيرفيس اللي هي زد اس يساوي لنا اتش نوت ماينس اوميجا سكوير على 4G مضروب في ار سكوير كابيتال ناقص 2R سكوير سمول. وهذه ايضا تعويض مباشر للمعطيات اللي موجودة في السؤال. وبما انه الاتش نوت هي في هالحالة راح تساوي لنا 50، و يعني 50 سنتيمتر المعطى في السؤال هي من السؤال، ونجي ايضا نعوض عن بدلالة اوميجا. بدلالة اوميجا التعويض بشكل مباشر اذا كان بدلالة اوميجا، يعني نحفظ هذه اوميجا تساوي لنا الجذر تربيعي ل 4G H capital minus H not. H هي ال 60 سنتيمتر اللي هي جاية من ارتفاع الاسطوانة، اللي بعدها
ما راح يكون اصلا اي اسطوانه وينسكب الماء. فالاتش كابيتال هي اتش كليه ناقص الاتش نوت اللي هي 50 سنتيمتر تقسيم الار كابيتال سكوير. الار كابيتال سكوير وهذا تطبيق مباشر راح يصير عندنا السرعه الزاويه بهذا المثال اللي بعدها يبدي الماء بالانسكاب يساوي لنا 19.8 راد تو ذا سكند راد بير سكند. ممكن تحويل الراد بير سكند الى ار بي ام من خلال قسمة الراد على 2 باي معروفة بالنسبة لكم. يكون عندنا ال ار بي ام يساوي لنا 189 ار بي ام 189 ار بي ام. ونقدر ايضا نحسب الزد اس نوت اللي هي مقدار انخفاض الماء او تقعر اقصى ما يتقعر الماء يساوي لنا اتش نوت ناقص 2 اوميجا سكوير ار سكوير على 4g ويساوي لنا هنا بهذه الحاله يساوي لنا 0.4 متر 40 سنتيمتر يصير في مركز الدوران للماء 40 سنتيمتر عمق الماء عمق من القعر الى منتصف المركز الدوران زد اس نوت. بعد ذلك راح نجي على فد ملخص لكل الفصل ملخص هذا السمري للقوانين اللي مستخدمة في كل القوانين اللي اخذناها بالفصل الثاني وهذا فشي مبسط ومجموع وهو سمري اعتقد تستفيدون من عنده اللي هو من خلال القوة المؤثرة على الباونسي قوة الباونسي فورس يساوي لنا اف بي يساوي رو اف فلويد كثافة الماء جي في هذا ملخص لكل المادة اللي اخذناها وايضا انحدار الضغط General equation of motion for liquid that acts as a rigid body. أيضا هذه معادلته summation m أيضا f يساوي لنا summation m a وأيضا هذه معادلات الحركة على محاور هاي الصور ما أخذناها إحنا مشكلة أيضا وهنا ايضا هذه معادلات الجسم معادلات الريجيد بودي فلويد في حركة دائرية هذه معادلاتها بشكل مختصر. هذه تكملة المحاضرة السابقة. شكرا جزيلا.